yo hablo del tema y me emociona mucho. أتأثر جدا كلما تحدثت في الأمر. أنا فخورة ومتحمسة جدا لوجوده هنا وللنظر إلى عينيه وهو ينقل السلام الداخلي. أنا سعيدة لأنه اختار خصوصا زيارة سجن للنساء وأعرف أننا سنبكي جميعا عندما نرى البابا. أنسيوسا. Y sé que las vamos a llorar las dos cuando veamos al papá. تزج في السجن أكثر النساء فقراً. نساء نبذتهن عائلتهن وحرمن من التعليم والخدمة الصحية. فهؤلاء هن اللواتي يدعن السجن لأن من لديه محام جيد لا يدخل السجن.